إذن مشاهدينا الكرام، للحديث حول هذا الموضوع الرياضي الهام ينضم معنا عبر الهاتف النائب الأول لرئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم الأستاذ حسن باشنفر من العاصمة المصرية القاهرة. أيضا بينضم معنا المنسق الإعلامي في وزارة الشباب والرياضة الأستاذ ماجد الطياشي من العاصمة السعودية الرياض. أهلا وسهلا بكم ضيوفي الكرام. بداية أستاذ حسن، أهلا وسهلا بك مجددا إلى برنامج ساعة رياضة. الاتحاد اليمني لكرة القدم أعلن عن انطلاق وعودة عجلة الدوري المحلي للانطلاق من جديد بداية شهر أكتوبر. ما هي الآلية التي أعددتموها من أجل انطلاق الدوري؟ أولا أهلا وسهلا بك وبالجمهور الكريم. أهلا بك. بالنسبة للدوري طبعا الاتحاد كان حريص من في بداية الأزمة اليمنية في 2015 أولا لتكملة الدوري 2015، ولكن الظروف لم تسمح وحاولنا في 2017 إعادة بناء الدوري وحركة عجلة كرة القدم في الملاعب اليمنية، ولكن للأسف لم تتوفر إمكانيات الدفاع خاصة الأندية التي أصبحت الآن أغلب الأندية فقيرة وليس لديها من المال ما يحرك نشاط الكرة. طبعا كرة القدم هي مال، هي ضرورة أن توفير الأمور المالية المترتبة عليها، عقود اللاعبين، عقود المدربين، تسيير النشاط وخلافه، كل هذه الأشياء تحتاج إلى دعم كبير للأندية. إذا كانت الأندية في السابق كانت تحصل على ما يقارب 5 مليون ريال بسعر صرف الدولار، كان يومها تقريبا بين 200 إلى 215، الآن الأندية لا تستلم أي ريال. نعم. فإلا في بعض الأندية في المناطق المحررة تستلم مبالغ من وزارة الشباب والرياضة، ولكن هذه المبالغ هي ضئيلة، وقد عزينا ذلك إلى أن الأخوة في وزارة الشباب والرياضة عندهم دعم الصندوق النشء، قالوا أن موارد الصندوق بسيطة جدا ولا تفي للاستيفاء الدعم للأندية والاتحادات. طبعا أيضا من شروط إقامة الدوري صار مخصص النشاط الداخلي هو إقامة المسابقات الداخلية دوري كرة القدم للأندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة. نحن من 2014 لم نستلم أي مبلغ لهذا النشاط، والمبالغ اللي استلمناها الشحيحة جدا نكاد نستخدم بعضها في نستخدمها في مصاريف بعض المصاريف للمنتخبات الوطنية. وطبعا الاتحاد حريص، كان كل الحرص على مشاركة المنتخبات الوطنية وتمثيل اليمن ورفع علم اليمن في كل المحافل الدولية على أساس أن اليمن موجودة في كل المشاركات. بالنسبة لآلية الدوري، طبعا هناك لجنة المسابقات الآن تدرس إقامة الدوري، أولا بعد التأكد من خلو اليمن فيروس كورونا تماما وأن الحالة الصحية وعلى حفاظا على سلامة اللاعبين صحيا. الشيء الثاني من الناحية الأمنية لسهولة تنقل الأندية وعدم تعرضهم لأي مخاطر أمنية أثناء التنقل. طبعا الدوري سيشمل أندية الجمهورية كاملا دون استثناء، وإن شاء الله عندنا عدة أفكار وإن شاء الله ستعلن عنها في حالة التأكد من كل هذه خلال الأيام القادمة. طيب أستاذ حسن، ستتفضل بالبقاء معي وأنتقل إلى الأستاذ ماجد الطياشي المنسق الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة. أرحب فيك من جديد أستاذ ماجد. أنتم في وزارة الشباب والرياضة كيف رأيتم إلى عودة النشاط الذي سينطلق مع مطلع شهر أكتوبر، عودة النشاط الرياضي المتعلق بالدوري اليمني للدرجتين؟ مساء الخير عليك أخي وعلى العزيز الأستاذ حسن باشنفر حبيبنا وأبو الرياضيين في الحديدة سابقا والآن في اليمن عامة. الأستاذ حسن من الشخصيات الرياضية التي لها باع طويل في هذا المجال. نحن في وزارة الشباب والرياضة نرحب بعودة أي نشاط، ونشكر الاتحاد العام لكرة القدم الذي رمى حجرا في المياه الراكدة في الموسم الماضي، أقام بطولة الدوري العام لكرة القدم والتي شملت
أندية الدرجتين الأولى والثانية. كان هنالك نجاح منقطع النظير، ربما شاهدنا الجماهير الكبيرة التي حضرت، ربما شاهدنا مدى تفاعل الأندية، مدى انضباط الاتحاد العام لكرة القدم في تحديد المواعيد وفي إقامة البطولات، إقامة كل التجمعات. كانت تجربة رائعة في الموسم الماضي، أعتقد هي أفضل من أن لا شيء. صحيح أن الجمهور الرياضي كان يريد أن يشاهد مباريات أكثر، صحيح أن اللاعبين يستحقون أن يأخذوا فرصة أكبر، أن المنتخب الوطني أو المنتخبات الوطنية بحاجة إلى إعداد أكبر من خلال إقامة على الأقل من 30 إلى 40 مباراة في الموسم، ولكن هذا واقعنا وهذا وضعنا وعلينا أن نتعامل مع الواقع كما هو. نعم، ربما بنتحدث إحنا معك أستاذ ماجد عن طموحات الشباب الرياضي اليمني في سياق هذه الحلقة. أعود إلى الأستاذ حسن. أستاذ حسن، دائما في البطولات الرسمية في كل البلدان يكون نظام البطولة ذهاب وإياب. أنتم ما الذي دعاكم لجعل هذه البطولة فقط من مباراة واحدة؟ أنا قد تكلمت أن عندنا هناك ظروف طبعا تعيشها البلد ظروف استثنائية. أن أولا الناحية الأمنية، صعوبة تنقلات الأندية بين المحافظات. إذا أردنا أن نلعب الدوري ذهابا وإيابا فهذا يعني أن الأندية ستتنقل بين المحافظات. أولا الطريق الآن غير آمن، ثانيا المسافات طويلة، المسافة التي كنا نقطعها في 3 ساعات وأربع ساعات الآن أصبحت في 12 ساعة و20 ساعة. فهذه الأشياء يعني تعيق حركة الأندية. الأندية بحاجة إلى توفير كل وسائل الراحة للاعب على أساس أن يحقق مباراة جيدة ويظهر مستواه جيد، فيجب أن توفر كل الوسائل. أيضا الأمور المالية، نحن تكاليف إقامة الدوري بهذه الطريقة في ظل عدم صرف أي مبلغ للنشاط كما قلت سابقا الداخلي من عام 2014 إلى يومنا هذا، هذا يؤثر على سير الأندية. طب اسمح لي أستاذ حسن، يعني أنتم من تقول من عام 2014 لم تستلموا مستحقات الاتحاد، هل أو ما هي المبررات؟ هل طالبتم بمثل هذه المستحقات وما هو الرد الذي كان يأتيكم؟ طبعا كنا في قبل الأزمة في 2014 كان طالبنا بها، ولكن كان الأخ وعود الأخ وزير الشباب الرياضة حين ذاك وعد أن سيصرفها، وكان أيامها المنتخبات قال اتفق الأخ وزير الشباب الرياضة والأخ رئيس الاتحاد بتسيير النشاط الخارجي وتقديم صرف للنشاط الداخلي، وهو الوزارة ستقوم بصرفها لاحقا من دخل كان الدعم الذي أقر من دعم الاتصالات لصندوق النشاط الشباب الرياضي، ولكن للأسف لم يتم شيء. 2015 تعرف الأحداث جاءت، و16 و17 وإلى الآن نحن كل ما نطالب مبررات أن الصندوق لا يوجد فيه الدعم الكافي لهذه. طبعا كان الاتحاد في السابق كان يحصل على 260 مليون في السنة لإقامة النشاط الداخلي، 260 مليون زي ما قلت لك في السابق في سعر الصرف كان سابقا، نشوف الآن كم، والآن كم ارتفع الدولار تقريبا 3 أضعاف. صحيح. الآن اللاعب عندما تريد تعطيه مواصلات وتغذية في اليوم شوف كم يحتاج وكم، يعني هذه كلها مصاريف للاتحاد، وأيضا إلى مصاريف التنقلات، إلى عدة أشياء، أجور الحكام، أجور اللجان، كل هذه طبعا تضاعفت أضعاف كثيرة. طيب أنتقل إلى الأستاذ ماجد. أستاذ ماجد، نتحدث نحن عن وزارة الشباب والرياضة، هذه الوزارة المهمة التي تقريبا تهم فئة كبيرة داخل المجتمع اليمني، الغالبية من المجتمع اليمني غالبيتهم شباب. أنتم برأيكم هل مثل هذه الأنشطة التي بدأت تعود ودورانها إلى الشارع الرياضي تلبي طموحات الشارع الرياضي اليمني؟ وأنت قريب من الشارع الرياضي اليمني بحكم أنك منسق إعلامي. طبعا أولا علق على كلام الأستاذ حسن باشنفر، أنا أتفق معه جملة وتفصيلة فيما يخص ارتفاع سعر العملة وفارق الصرف، لكن هناك جزئية لابد أن يفهمها الجميع. ما تزال الأموال تتدفق إلى الحوثيين في صنعاء،
ما يصل إلى وزارة الشباب والرياضة في عدن ربما أقل من 20%. يا عزيزي أنت تتحدث عن كل الاتصالات ما تزال في صنعاء، مركز اليمن في صنعاء، شركات الاتصالات الثلاث الخاصة في صنعاء، مصنع أسمنت عمران في صنعاء، مصنع أسمنت البرح في صنعاء، مصنع أسمنت باجل في صنعاء. كل الأموال هذه الكبيرة تأتي إلى صنعاء، ما يصل إلى عدن هو الفتات ربما، يعني أنت تتحدث عن 600 مليون أو 700 مليون في السنة. يعني أنت معك 32 اتحاد بحاجة إلى أن تدعمها، وعندك مرتبات موظفين، وعندك مكافآت أبطال، عندك مصاريف أخرى. فلذلك أنت حينما تتحدث عن دعم الوزارة للاتحادات هي تدعمها وفق المتاح لها. اتحاد كرة القدم أو كرة القدم بكل بحاجة إلى أموال أكثر. نحن حينما نقدم دعم لوزارة لاتحاد العام لكرة القدم أو اتحاد آخر ويكون وفق المتاح لنا. في الأيام الماضية أو السنوات الماضية كان التركيز على دعم إعداد المنتخبات الوطنية بسبب توقف الأنشطة، ولكن الآن مع عودة الأنشطة بالموسم الماضي تم دعم الأندية المشاركة وهو متاح، وسيتم دعمهم هذا الموسم أيضا. اسمح لي أستاذ ماجد، نحن نتحدث عن أهم اتحاد رياضي في البلد، والكرة أو كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في اليمن، وبالتالي على وزارة الشباب والرياضة أن تركز دعمها إلى هذا القطاع المهم، ولا يعني ذلك أن تهمل بقية القطاعات، لكن من المعقول أن يتم صرف المخصصات المالية إلى هذا القطاع الهام. هناك وعود حكومية في الموسم الماضي بصرف 500 مليون للاتحاد العام للكرة، للاتحادات الرياضية يعني للمنتخبات الرياضية، ولكنها تعرف الأوضاع التي تمر بها الحكومة حاليا ربما هناك ما يمنعها من بتسديد التزاماتها. أضف إلى ذلك أنه في الماضي كانت تستلم، كان الاتحاد العام لكرة القدم يستلم مخصصات النشاط الرياضي أو مخصصات إعداد المنتخبات من وزارة المالية، وهو ما لم يستطع أن يستلمه هذه السنوات الأخيرة من بداية الحرب. فأنت الآن أمام أكثر من معضلة. المعضلة الأولى إن معظم المبالغ المالية التي يفترض أن تورد إلى صندوق رعاية النشء والشباب تذهب لصالح الحوثيين. المعضلة الثانية هنالك فارق السعر ربما إنه وصل الآن إلى 3 أضعاف ونصف الضعف. والمشكلة الثالثة إن وزارة المالية لم تفي بالتزاماتها تجاه المنتخبات الوطنية وتسدد مبلغ 500 مليون. طيب. ما تم صرفه للاتحاد العام لكرة القدم حقيقة هو لا يكفي لأن يقوموا بكل أنشطتهم، ونحن نشكر لهم جهودهم الماضية في تسيير النشاط. هناك 3 منتخبات في نهائيات آسيا ستبقى أستاذ ماجد. منتخب الناشئ. أنتقل إلى الأستاذ حسن. أستاذ حسن، بسبب يعني توقف الأنشطة الرياضية الكروية في اليمن بسبب الأحداث وغيرها، أيضا جائحة كورونا، انعكس ذلك على أداء المنتخبات الوطنية وضعف الإعداد، أيضا انعدام تقريبا للأجهزة الرياضية المكتملة، أيضا الاستعدادات والأنشطة الرياضية المختلفة. ما تعليقك؟ أخي، أولا تعليقا على الأخ ماجد، طبعا الأخ ماجد ذكر حقيقة جديدة أن صندوق الناشئ ما زال صندوق مقسم إلى جزئين، جزء في صنعاء وجزء في عدن، وهذا طبعا أثر جدا على الصرفيات. نحن نريد، لا نريد من وزارة الشباب والرياضة، ولكن نريد من الحكومة. الحكومة يجب أن تلتفت وتنظر إلى كرة القدم عنصر مهم جدا للتنمية في البلد، لأن الشباب إذا نميت الشباب أنت نميت بلد. فعندما لا تهتم بالشباب فإنك لا تهتم بهم، اللبنة الأساسية لبناء البلد. فلذلك نحن كنا استبشرنا خيرا بإقرار الإخوة في الحكومة في رئاسة الدكتور أحمد عبيد بن داغر باعتماد 500 مليون الاتحاد اليمني لكرة القدم لإعداد المنتخبات الوطنية لكرة القدم. للأسف هذا القرار صدر في 2018. لم نستلم من هذا المبلغ إلا في 2018 150 مليون، وفي 2019 150 مليون. أما 2020 لم نستلم ولا ريال إلى اليوم، رغم أن المبلغ محدد ب 500 مليون ريال. لا ندري ما هو، كل ما نتابع ونحاول نحن ما اتحاد ضروري انه مبالغ، يعني نحن لا نحن حرصنا
مطلبنا انه اولا تدعم الانديه، هي اللبنه الاساسيه للاتحادات الرياضيه وللنشاط الرياضي، ثم تدعم الاتحادات. اذا دعمت الانديه والاتحادات الدعم الكافي فهذا، واذا كان الحكومه عندها رؤيه في توحيد مصادر الصندوق وايجاد مصادر جديده للصندوق لكي يكون المبالغ تكفي بما تكفي للانديه والاتحادات، فهذه الرؤيه نحن نحبذا ونريد ان نراها قريبا، لان الانديه الان لا، تحريك النشاط يتطلب مبالغ ماليه كبيره. فانت الان والكل جمهور الرياضي يطلب مباريات مستمره ونشاط مستمر، نعم. دوري مستمر، وهذا يحتاج الى مبالغ ماليه اولا للانديه، كيف ان النادي يستطيع ان يتحرك وليس عنده اي مبلغ. الاخ وزير الشباب الرياضه مشكور، بذل جهد ويبذل جهود جيده ويتابع المنتخبات الوطنيه ويتابع، ونحن حريصين في المنتخبات الوطنيه ان تكون المشاركات ايجابيه، ونحمد الله عز وجل الذي وفقنا، هو توفيق من الله عز وجل اولا ثم بالجهود التي تبذل. طبعا ان النتائج من 2015 الى الان نتائج نعتبرها مقارنه وبما الوضع الذي تعيش البلد فهي نتائج ممتازه في تاهل منتخبات الناشئين والشباب، واخرها المنتخب الاول لنهائيات كاس اسيا الذي غاب كثيرا عن هذه النهائيات. طيب والان استاذ حسن المره الثانيه على وشك انه يتاهل، والمنتخب الشباب تاهل ومنتخب الناشئين تاهل، فهذه تعتبر حاجات ايجابيه جدا للكره اليمنيه في ظل هذا الوضع. استاذ حسن لعلك انت تتابع هذا البرنامج، في دائما عندما استضيف المدربين للفئات السنيه المختلفه سواء الناشئين او الشباب، دائما ما يقولون انهم يعانون من ضعف الاعداد وعدم وجود يعني ربما هناك لا يوجد معسكرات داخليه وخارجيه بالشكل المطلوب. من المسؤول عن عدم تجهيز مثل هذه المعسكرات الهامه؟ يا اخي العزيز، المسؤوليه مشتركه من الكل، واولها الاتحاد اليمني لكره القدم، نحن لا نتهرب من المسؤوليه، ولكن الظروف التي تعيشها البلد اولا، ثانيا ظروف كورونا اللي تحتمت على العالم كله، ان يعني تم ابتعاد عن كل التجمعات وكل الناس رجعت الى بيوتها، وتوقف كل النشاط الرياضي والاقتصادي وكل الانشطه توقف، وكان العالم في ركود، والى الان لم تسمح رسميا بممارسه الانشطه الا في بعض الدول وبشكل تحريزات يعني كانت في مشدده، احترازات صحيه مشدده جدا. فهي الان نحن الى الان انت كما سمعت تاجل مسابقه بطولة التصفيات النهائية للمنتخب الأول، أيضا عندنا المنتخب الناشئين والشباب، نحن نتوقع أن تتأجل بسبب الظروف الآن، الاتحاد الآسيوي احتمال كثير أنه عدم التأجيل، فإننا الآن تكمل إجراءات إعداد المنتخبات. طبعا الكل يشتكي من ضعف الأعداد وقلة الفترة، وهذا في السنوات الماضية كان بسبب مالي 100%، لأن الإمكانيات التي لدينا لا تسمح بأن نعمل معسكرات طويلة الأمد. المدربين قدموا برنامج، كان عندنا نية في ظل حماس الأخوة في الحكومة وفي ظل الأخ رئيس الجمهورية الذي وجه بإعداد مبكر للمنتخبات، وكنا عندنا حماس وعندنا برنامج، ولكن اصطدمنا أولا بالمرض كورونا هذا اللي انتشر في العالم، ثانيا بعدم صرف الدعم. نحن في 2020 وفي نهاية 2020 في شهر، في نهاية شهر 8، وإلى اليوم لم نستلم الدعم المخصص للمنتخبات. نعم أنا كيف نعد المنتخبات؟ أشكرك جزيل الشكر. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ حسن باشنفر النائب الأول لرئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم، حدثتنا من القاهرة. سؤال أخير أتوجه فيه إلى الأستاذ ماجد الطياشي. أستاذ ماجد، أنتم ما هو دوركم في وزارة الشباب والرياضة من أجل تنسيق المعسكرات الخارجية للمنتخبات الوطنية، خاصة أن هناك أبرم اتفاق ما بين وزارة الشباب والرياضة وأيضا وزارة الشباب والرياضة السعودية من أجل
الاهتمام بالأنشطة الرياضية في اليمن؟ نعم، أولا الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها علينا كورونا. الأمر الثاني أنه تعقيبا على كلام الأستاذ حسن، وزارة شباب الرياضة استطاعت أن تستخرج أمر من الحكومة بدعم المنتخبات الوطنية، وكان في عام 2018، وكما ذكر بالأرقام، حقيقة الأرقام هي حقيقة ما ذكرها. أنت حين تخاطب الحكومة بتوفير أموال للرياضة يا حبيبي، أنت حين ما تشوف الآن أنه المحاربين في الميدان بلا مرتبات، المدرسين بلا مرتبات، الأطباء بلا مرتبات، الحكومة تسعى بالحد الأدنى لتوفير المشتقات النفطية في المناطق المحررة، فيبقى صعب أنك تطالبهم باستخراج المبالغ الرياضية، المبالغ المالية الخاصة بالرياضة. فهذه هي الصعوبات التي نواجهها. أما بالنسبة للاستحقاقات القادمة للمنتخب الوطني ومنتخب الشباب، فأعتقد أن المسؤولية مشتركة ما بين الاتحاد العام لكرة القدم، وزارة الشباب والرياضة، والحكومة ككل، وعلى الجميع أن يعمل على توفير على الأقل معسكرات داخلية كما بدأت الآن، حتى يتسنى لهم تقديم نتائج مشرفة للكرة اليمنية في المحافل الخارجية. نعم، إذا المسؤولية على عاتقكم كثيرة في وزارة الشباب والرياضة، أيضا في الاتحاد العام لكرة القدم، ونتمنى لكم التوفيق. أنا أشكرك جزيل الشكر المنسق الإعلامي لوزارة الشباب ماجد الطياشي، حدثتنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.